إذن مشاهدينا تحية للجميع، تبارك الله. مشاهدي قناة شوف تيفي كنتواجدوا بجماعة ولاد الشرقي، فتحية للكسابة جميع مشاهدينا. فاليوم في مباراة الكسابة ديال الحولي السردي، المنطقة الشهيرة بالحولي السردي. مشاهدي قناة شوف تيفي الآن في هذه اللحظات كيتعلن على ربما كنقولوا مازال ما سالاش المباراة، ولكن ربما أحسن كساب اللي كيحصل على 19 الحولي من نوع سيبير، من نوع الممتاز لتحسين النسل. مشاهدي قناة شوف تيفي تبارك الله ما شاء الله، فالتوفيق كل التوفيق لجميع الكسابه ديال المنطقه وجميع الكسابه المغاربه اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير كما قلت مشاهدينا، في ظل طبعا ارتفاع ثمن الاعلاف وفي ظل فتره الجفاف، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديال هذه الكسابه كنشوفوا الخير باقي في البلاد. فعلى المباشر الان كاينه اللجنه ديال اللجنه الوطنيه للانتقاء والوشم. مشاهدي قناه شوف تيفي حد دورها اللي كتبذل مجهود كبير في اختيار ديال هاد كما قلت الانواع ديال الحولي اللي هي سوبر رقم واحد، سوبر اس وسوبر كما قلت من نوع الممتاز. فبعد لحظات او قبل لحظات كيتم اختيار يعني كساب هنا اللي كما كتابعوا معنا الكسيبه ديالو اللي هي 19 الحولي سوبر من نوع الممتاز. مشاهدي قناه شوف تيفي تبارك الله، فتحيه لهذا الكساب وتحيه للكسابه جميع. سميتو ابراهيم القراطي. ابراهيم القراطي من جماعه اولاد الشرقي ضواحي قلعه السراغنة، فتحيه كبيره لكل الكسابه مشاهدي قناه شوف تيفي. فغتبقاو معنا مشاهدينا وغنشوفوا غنحاولوا ناخذوا يعني تصريح من هذا الكساب اللي ربما غيكون هو عريس اليوم، غيكون هو عريس هذه المباراه بجماعه ولاد الشرقي اللي كما قلت 19 الحولي سوبر من نوع الممتاز اللي كما كتابعوا امامنا على المباشر مشاهدي قناه شوف تيفي. فين هو السي ابراهيم؟ سي ابراهيم، سي ابراهيم عيط. اذا تبارك الله مشاهدينا، ف 19 هذا الكساب اللي كيحصل على 19 الحولي سوبر من نوع الممتاز. ربما باقي ما سالتش المباراه، ولكن غادي يمكن يكون هو عريس مباراه اليوم بجماعه اولاد الشرقي مشاهدي قناه شوف تيفي لانتقاء وتحسين الناس المشاهدين اللي كشرف عليه لجنه مختصه مشاهدي قناه شوف تيفي. فطبعا هذا الخير هذا ما جاش غير هكاك، جاء مجهودات، جاء مثابره. فتحيه لكل كسابه كما قلت مشاهدينا، ونطلب الله سبحانه وتعالى باش يرحمنا بامطار الخير ان شاء الله. فمشاهدي قناه شوف تيفي هذه النتيجه هذه طبعا كتجيب مجهودات. ف يعني اليوم كنشوفوا كساب واحد حصل على 19 الحولي سوبر من نوع الممتاز جماعة أولاد الشرقي مشاهدي قناة شوف تيفي. هذا الكساب هذا تبارك الله يعني سي ابراهيم تفضل معنا، اجي معنا بارك الله، اجي معنا هنا. اذا غنشوفوا الكساب اللي حصل، ربما غيكون عريس المباراه، غيكون عريس اليوم في هذا ان شاء الله في هذه المباراه اللي حصل على 19. تفضل معنا، اجي عندي ناحيه الحول، اجي عندي هو الاول الخدمه. تفضلوا تفضلوا معنا، تفضل معنا اليوم احكي لنا. الحمد لله تم الاختيار ديال 19 ياك 19 الحولي سوبر من نوع الممتاز. احكي لنا على المجهودات، احكي لنا على الكسيبه، واحكي لنا على هذه النتيجه. الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وصلتوا لهذه النتيجه هذه. تفضل. لا حظك، حتى احنا مبلغين مع المجهود وراه مكرفصانه والخلاج ما كاين ما نعاودوا ليه، داكشي بغينا نعاودوا ليه خلاج على البركه. الحمد لله النتيجه. الحمد لله على كل حال. راه عاب بليين بها. هذه البلية. البلية عرفنا البلية ما مكرصانة، الدراري ما كاين اللي معاوننا عليها، ما والو، ولا بليين بها ما نفرقوش عليها خضرا. عرفنا نطلبوا الله يرحمنا، دازت فترة ديال الجفاف. كنا بغينا نشكوا على الرويزة اللي جابوها لنا هذه ما خاصنا باش تخلصوها. الله يلاه، يا كنا باغيين نطلبوا. اسمع يا عزيز، صيفة صيفة. يعني يدرك من جابوا لنا الرويزة. الحمد لله. الحمد لله الرويزة جات. جات الحمد لله. بقى حاجة أخرى. بغينا الشتاء إن شاء الله. صافي إن شاء الله. نطلبوا الله إن شاء الله يرحمنا. نطلبوا الله يرحمنا. واخا احكي لنا على البلية ديال الكسيبة، والكسيبة اليوم الحمد لله
بزاف، حصلتي على 19 الحولي سيبير من النوع الممتاز. احكي لنا قصتك مع الكسيبه. القصه اللي قلت لك القصه، كيفاش بديتي مع الكسيبه؟ بادي باه باه مال انا انت على الوليد اللي كان بليبيا وباعد عيان وكيسول عليها. نعم. وقال لي انا من واحد حيد الغلام الى ما الى ما حيدت انا الى ما بغيتش نخليوها حيدوها. وبقيت انا والله بقيت معتفض عليها نجيت الوالد. نجيت الوالد يعني خديتيها على باك. واخا شنو الاحساس ديالك اليوم وانت ربما كتحصل على عريس المباراه واليوم كتحصل على احسن كساب في المنطقه؟ احسن فينا هي اليوم رحنا فوق في اليوم رحنا احنا راه فينا هي راه خاصنا على الخايب القايد ما يخليناش نتبوردوا اليوم مره اليوم نتبوردوا. احنا علاش كندوزو مهاجرين معاها 19 الغر مشى هذه طنجه هذا الغلمان 19 حتى لطنجه طنجه اللي فرنا. هو نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله ونتمنوا ان شاء الله تكون هو الفائز اليوم في هذه المباراه هذه. ونتمنوا لك ان شاء الله العام الجاي نجيو نلقاو اكثر من 19 ان شاء الله. لا بقينا حيين نلقاو اكثر من 19 ان شاء الله الى جاب الله شتا ان شاء الله والخير. فتحيه لك سي ابراهيم مشاهدي قناه شوف تيفي، تحيه لكل كسابه فكما تابعتوا معنا على المباشر اليوم كي اختير هذا الكساب اللي يعني من طرف اللجنه الوطنيه اللي كنشوفوا 19 الحولي سيبير من النوع الممتاز ما شاء الله يعني بجماعه اولاد الشرقي اللي كيحصل على 19 الحولي سيبير من النوع الممتاز كما قلت مشاهدينا وكما تابعتوا معنا في التصريحات ديالو. ف يعني هذه الكسيبه ابا عن جد رغم الظروف رغم المعاناة ديال فترة الجفاف رغم ارتفاع ثمن الأعلاف إلا وكنلقاو الكسابة كيبذلوا واحد المجهود كبير تبارك الله. فهذا خير دليل على أن الكسابة المغاربة الكسابة يعني المولوعين بالكسيبة واللي يعني اللي كما قال كنمشاو حتى لطنجة باش يرعاو هاد الكسيبة أو يسترحوا هاد الكسيبة. فتحية لهم من هذا المنظر مشاهدي قناة شوفتك. إذا هذا الخير هذا فكاين 19 الحولي سيبير من النوع الممتاز طبعا. هاد الحواله مشاهدي قناه شوف تيفي طبعا لتحسين النسل اللي تيكون الثمن ديالهم واحد الثمن اللي هو باهظ واحد الثمن اللي هو مهم بالنسبه للكساب طبعا. وكيحاولوا يتنقلوا هاد الحواله من قطيعه لقطيعه حتى تتكون حتى كتكون السلاله ديال السردي مشاهدي قناه شوف تيفي اللي من احسن السلالات بالمغرب مشاهدي قناه شوف تيفي. اذا المباراه مازال مستمره واحد العدد ديال الكسابه اللي مازالوا كينتظروا الدور ديالهم للمرور امام اللجنه الوطنيه للانتقاء والوشم مشاهدي قناه شوف تيفي هنا بجماعه اولاد الشرقي بحضور جماهير غفيره طبعا ومجموعه من الكسابه اللي جاوا باش يحضروا لهذ المباراه هذه. فنعود لكم ان شاء الله بعد قليل مشاهدي قناة شوف تيفي في مباشر اخر. الى اللقاء.